السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات صف الخامس، اهلا بكم مرة تانية مع درسنا التالت في جزء الاول من وحدتنا التاسعة، واللي هيكلمني فيه عن ساينس حبايبي العلوم، وطبعا هيكلمني فيه عن الووتر سايكل. ووتر سايكل حبايبي اللي هي دورة الماء. تعالوا يلا نبتدي كلماتنا، بس اول ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اول كلمه معانا حبايبي هي كلمه water vapor. water vapor water vapor water vapor بمعنى بخار الماء. stream 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 بمعنى جدول ماء صغير. evaporation 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 يعني عمليه التبخر. ground water ground water ground water يعني مياه جوفيه. faucet 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 يعني حنفيه او صنبور ماء. rain water rain water يعني مياه الامطار. precipitation precipitation بمعنى تساقط او هطول الامطار. water cycle water cycle دورة المياه. planet earth planet earth planet earth يعني كوكب الارض. lake 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 ولake حبايبي بمعنى بحيرة. تعالوا يلا نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي. اول كلمة كلمة sun 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 حبايبي شمس. clouds clouds السحب. ocean ocean محيط. rain rain مطر. ground ground يعني ارض. cooler cooler اكثر برودة. heavier heavier اثقل وزنا. wind wind يعني رياح. sky sky process process warm warm air air form form smell smell. تعالوا يلا مع بعض نشوف تصرفات الافعال اللي هو مديها لي، وهنبدا بالافعال المنتظمه. عندنا كلمه cold 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 warm warmed warm warmed form formed form formed change changed change changed start started start started become became become became rise rose rise rose fall fell fall fell fall fell. تعالوا يلا حبايبي نشوف ال important expressions and the prepositions اللي هو مديها لي. عندنا come from معناها ياتي من. go straight into يعني يذهب مباشرة الى. go straight into in the air يعني في الهواء. change back into يعني يتغير مرة أخرى إلى. in the sky يعني في السماء. on the ground يعني على الأرض. high up يعني عاليا. go get cooler يعني يصبح أكثر برودة. تعالوا يلا نشوف حبايبي الـ main points اللي هو مديها لي. بيقول لي rain falls from the clouds، بيقول لي إن المطر بينزل من السحاب. The sun warms some of the rain water and it becomes water vapor. يعني الشمس بتسخن مياه الأمطار دي وبتحولها لبخار ماء. The vapor rises and changes into water and forms clouds. وقولي إن البخار ده بيطلع ويتحول لمياه تاني ويكون لنا السحاب. The clouds السحاب حبيبي get heavier بيتقل and rain falls again. ويبدأ المطر ينزل مرة تانية. تعالوا يلا مع بعض نشوف الكويز اللي هو مديها لي على معاني الكلمات. نمبر 1 بول there are many a in the sky، طبعا من دول حبايبي اللي موجود في السماء اكيد. clouds clouds بمعنى سحب. نمبر 2 بول my mom boiled water and I saw water a، اكيد طالما هتغلي الميه هشوف water vapor يعني بخار الماء. نمبر 3 بول when ice gets warm، لما التلج حبايبي بيسخن. it a into water اكيد it changes، و changes بمعنى يتحول الى. نمبر 4 بول the earth الارض is the a where we live، اكيد the planet، و planet حبايبي بمعنى الكوكب الذي نعيش عليه. تعالوا يلا حبايبي نشوف دورة الماء. بقول لي rain falls from clouds، بقول ان الميه بتنزل من السحب. in the sky some rain water goes straight into the ground، يعني بعض المياه بيروح مباشرة للأرض. but a lot of it goes into streams، بس كتير منها بيروح على طول على الجداول المائية. rivers الأنهار. lakes بحيرات. and then the ocean وبعد كده المحيط. this process is called precipitation. طبعا حبايبي العملية دي اسمها هطول الأمطار. some of the rainwater changes. بعض مياه الأمطار دي حبايبي بتتغير. the sun warms it and it becomes water vapor. طبعا الشمس بتسخنها وبتتحول لبخار ماء. this process is called evaporation. طبعا عملية تحويل المياه لبخار مياه ده بسميه evaporation بمعنى
تبخير. We cannot see or smell the water vapor. طبعا ما بنقدرش نشوف ولا كمان نشم بخار الماء. And it doesn't stay on the ground. ما بيقعدش طبعا على الأرض. It rises in the air. طبعا بيرتفع في الهواء. And as it gets cooler, كل ما يبرد, high up فوق in the sky, في السماء, it changes back into water and forms clouds. بيتغير تاني لمية وبعدين يكون لنا السحاب. And the clouds become bigger. لما السحابة بتتقل, قطرات المية دي بتكبر. The water in them gets heavier. بتبدأ المية فيها تتقل وقطرات المية اللي فيها تكبر. When the water in the clouds gets heavier, لما المية تتقل, it falls to the ground. بتنزل طبعا حبيبي على الأرض. And the cycle starts again. وتبدأ دورة المياه دي مرة تانية. تعالوا يلا حبيبي نشوف الجزء التاني واللي بيكلمني فيه عن social studies. social studies حبيبي يعني دراسات اجتماعية. واللي هيكلمني فيه عن ال ancient Egyptians يعني الفراعنة. عندنا كلمة traders حبيبي بمعنى تجار. عندنا scribes بمعنى كتبة. عندنا artisans حرفيين. عندنا nobles النبلاء. عندنا طبعا pharaohs أو pharaoh يعني فرعون. عندنا طبعا farmers فلاحين. soldiers حبيبي اللي هم الجنود. تاني soldiers اللي هم الجنود. تعالوا نشوف يلا الاكسترا vocabulary اللي هو مدهالي. أول كلمة عندنا كلمة ancient Egyptians يعني القدماء المصريين. تاني كلمة person يعني شخص. taxes بمعنى ضرائب. لكن في حبايبي taxes بالمنظر ده ودي اللي معناها التاكسي اللي احنا بنركبه. عندنا كلمة army يعني جيش. job letters order materials يعني مواد. uniform يعني زي. role يعني دور او وظيفة. goods يعني بضائع. society يعني مجتمع. closely يعني عن قرب. kingdom يعني مملكة. papyrus بمعنى نبات البردي. chariots بمعنى مركبة حربية قديمة. records بمعنى سجلات. jewelry بمعنى مجوهرات. furniture بمعنى أثاث. probably يعني محتمل. ship يعني سفينة. تعالوا حبايبي يلا نشوف تصريفات الأفعال اللي هو مدهالي ونبدأ بالأفعال المنتظمة. collected organized train trained produced rule ruled. تعالوا نشوف الأفعال الغير منتظمة. read خلي بالك السبيلنج واحد بس النطق مختلف. read write wrote buy bought sell sold eat. تعالوا يلا نشوف اهم الاكسبريشنز والبروبوزيشنز اللي من دهالي. بيقول لي played important roles in يعني لعب ادوار مهمه فيه. work with يعمل مع. look after يعتني بي. make into يعني يحول الى. in a charge يعني مسؤول عن. pick out يعني ينتقي. I would like to be واجيب الوظيفة يعني أنا أود أن أكون. يعني مول I would like to be a doctor يعني أنا عايز أكون دكتور. تعالوا نشوف يلا حبيبي بعض الجوبس والديسكريبشن بتاعها. تعالوا نشوف يلا بعض الوظائف والوصف بتاعها. أول وظيفة طبعا هو الفارمر. قلنا فارمر حبيبي بمعنى فلاح. فبقول فارمرز they grew the food for everyone. دول اللي كانوا بيزرعوا الطعام لكل الأشخاص. scribes خدناها قبل كده طبعا في الترم الاول. ودول الكاتبة اللي they wrote everything for the people كانوا بيكتبوا كل شيء للناس. traders حبيبي اللي هم التجار اللي they bought and sold all goods طبعا كانوا بيشتروا ويبيعوا كل البضائع. pharaoh he ruled the country. pharaoh اللي هو الفرعون اللي طبعا ده اللي كان بيحكم الدولة. soldiers دول جنود اللي they kept ancient Egyptians safe هم اللي كانوا طبعا بيحافظوا على سلامة المصريين القدماء. تعالوا حبايبي يلا نشوف المين بوينتس اللي هو مدهالي في الدرس ده. بيقول lots of different people played important roles in ancient Egyptian society. في المجتمع المصري القديم كتير طبعا من الناس كانوا بيلعبوا أدوار مهمة. Pharaoh was the person in a charge. طبعا الفرعون ده هو اللي كان الشخص المسؤول. Soldiers were busy keeping Egypt safe. طبعا الجنود كانوا مشغولين بحماية مصر. Farmers produced the food that was eaten by the people. طبعا الفلاحين هم اللي بينتجوا الطعام اللي بيتم أكله بواسطة الناس.
traders were the people who bought and sold everything. طبعا التجار هم الناس المسؤولة عن الشراء والبيع لكل شيء. تعالوا يلا حبايبي نشوف اول كويز مدهالي على معاني الكلمات. قولي مين اللي grow fruit and vegetables؟ اكيد هتقول farmers، دول الفلاحين. Our brave A help us keep Egypt safe. مين هيحافظ على مصر آمنة؟ أكيد طبعا مين؟ Soldiers. Soldiers حبايبي الجنود. Number three. بقول my sister has a lot of beautiful A like earrings and necklaces. بقول لي إن أختي عندها إيه جميلة، شكل الحلق وكمان العقد. فأكيد هي jewelry. Jewelry بمعنى مجوهرات. Number four. بقول we have new A in our house. We bought new beds and tables. اشترينا ترابيزات وسراير، ده كله بسميها حبايبي excellent furniture، وfurniture معنى اثاث. تعالوا بقى حبايبي نشوف كلامنا في الدرس ده عن مصر القديمة او المجتمع المصري القديم ووظيفة كل شخص فيه. بقول lots of different people played important roles in ancient Egyptian society. طبعا الناس مختلفة كان لها ادوار مهمة في المجتمع المصري القديم. The person in charge was the pharaoh. والشخص المسؤول عنهم كان الفرعون. The pharaoh needed lots of people to help him. بقول الفرعون ده كان محتاج ناس كتير تساعده. He worked closely with nobles. طبعا كان بيشتغل عن قرب مع النبلاء. And they looked after different things. النبلاء دول كانوا بيهتموا بحاجات كتير او بيعتنوا باشياء مختلفة. The nobles collected taxes. كانوا بيجمعوا الضرائب. And organized soldiers. هم اللي كانوا حبايبي بينظموا الجنود. تعالوا نشوف حبايبي soldiers الجنود. The soldiers were busy keeping Egypt safe. As Egypt was such an important and very rich country, the soldiers guarded the kingdom. بقول الجنود دول كانوا بيحافظوا على الأمان بتاع مصر، ولأن مصر كانت دولة مهمة وغنية فالجنود كانوا بيحرسوا المملكة. The army was strong. طبعا army قلنا الجيش كان قوي. And the soldiers were good at their jobs. وكمان الجنود دول كانوا جيدين في وظائف. تعالوا يلا حبايبي نشوف scribes. Scribes حبايبي بمعنى الكتبة. The scribes were very important because they were usually the only people who could read and write. طبعا الكتبة كانوا مهمين جدا لأنهم هم الوحيدين اللي كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا. They trained for about 12 years before they wrote on papyrus. كانوا حبايبي بيتدربوا لمدة 12 سنة عشان يكتبوا على ورق البردي. They wrote many different things like letters, records and important papers. طبعا كانوا بيكتبوا حاجات مختلفة كتير، شكل خطابات والسجلات وكمان أوراق مهمة. Without the scribes we would know almost nothing about ancient Egypt today. طبعا لولا الكتبة دول عمرنا تقريبا ما كنا هنعرف أي حاجة عن مصر القديمة. تعالوا نشوف حبايبي traders. traders شكل ما قلنا اللي هم التجار. The traders were the people who bought and sold everything in ancient Egypt society. طبعا بقى التجار دول هم اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا food, clothes, jewelry, soldiers, uniforms, ships and materials for building. طبعا كانوا بيبيعوا ويشتروا كل ده، سواء طعام او ملابس او مجوهرات او حتى الزي بتاع الجنود، سفن وكمان مواد خام للبناء. Ali artisans took the materials from the traders and made them into things for people to use like furniture, chariots and clothes. طبعا حبايبي كانوا الحرفيين دول بياخدوا المواد الخام من التجار ويصنعوا بها الاشياء يستخدمها الناس، شكل الاساس وشكل العربات وكمان شكل الملابس. اخر حاجه حبايبي وهم الفارمرز. الفارمرز طبعا الفلاحين ودول الاهم. Ali produced the food that was eaten by the pharaoh, the nobles, the soldiers, the scribes, the traders, and the artisans. طبعا بقى حبايبي هم اللي كانوا بينتجوا الطعام لكل الناس دي عشان ياكلوا. تعالوا نشوف حبايبي يلا general exercises اللي هو مدهالي على lesson 3 بجزئين الاول والتاني. طبعا اول سؤال حبايبي شكل ما قلنا هو سؤال listening. والسؤال ده حبيبي بيقول فيه rain falls from clouds in the sky. Some rainwater goes straight into the ground, but a lot of rainwater goes into streams, rivers, lakes and then the ocean. The sun warms some rainwater and it becomes water vapor. Number one, بيقول rain falls from the sun in the sky. طبعا الكلام ده false لأنها falls from the clouds. Number two, bullet, some rain water goes straight into the ground. طبعا الكلام ده true. Number three, bullet, a lot of rain water goes into streams. طبعا الكلام ده true.
Number four, will the sun warm some rain water and it becomes water vapor؟ يعني الشمس بتسخن بعض مياه الأمطار وبتصبح بخار ماء. أكيد برضو الكلام ده true. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف السؤال التاني وده listening برضو. خلي بالك بيقول لي أحمد بيكلم رامي بيقول له what would you like to be رامي؟ يعني ماذا تود أن تكون يا رامي؟ فرامي قال له I would like to be a trader، أنا عايز أكون تاجر. قال له why؟ ليه؟ Because I like to buy and sell things. What about you? لأن أنا عايز أبيع وأشتري حاجات. طب وأنت؟ فأحمد قال له I would like to be a soldier، أنا عايز أكون جندي. فرامي قال له why؟ ليه؟ قال له to keep my country safe، عشان أحافظ على أمن بلدي. تعال نشوف يلا بقول رامي would like to be، رامي عايز يكون a trader، وtrader حبايبي بمعنى تاجر. طب a trader can buy and eat things، أكيد can buy and sell، ويبيع ويشتري ويبيع. Number three بقول أحمد would like to be a soldier، من soldier حبايبي بمعنى جندي. طب number four بقول a soldier keeps his country، أكيد safe، safe حبايبي بمعنى آمن. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الثالث وده سؤال التوصيل. بيقول لي Egypt is، طبعا عارفين ان مصر بلد مهمة جدا، يبقى is an important country يعني دولة مهمة. number 2 بيقول لي the water vapor، يعني بخار الماء، قلنا بخار الماء بيرتفع في الهواء يبقى rises in the air، تاني rises in the air. طب اللي بعدها بيقول لي the soldiers، soldiers حبايبي اللي هم الجنود، قلنا الجنود كانوا بيحرسوا المملكة يبقى guarded the kingdom، guard the kingdom يعني كانوا بيحرسوا المملكة. number 4 scribes could، حبايبي scribes اللي هم الكتبة، الكتبة كانوا بيعرفوا ايه read and write، يعني بيعرفوا يقروا ويكتبوا. number 5 بيقول where does our، طبعا هنا حبايبي ده سؤال، يبقى where does our water come from، يعني منين بتيجي المية بتاعتنا. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع سؤال الترتيب بيقول buy goods traders and sell them، طبعا هقول traders يعني التجار، buy بيشتروا and sell ويبيعوا the goods، goods حبيبي يعني السلع او البضايع. number 2 بيقول لي smell vapor we the can't water، طبعا عايز اقول ان احنا ما نقدرش نشم بخار الماء، فاذا هقول we can't smell the water vapor. number 3 حبايبي بيقولي what job you would to do like، طبعا هبدأ ب what job يعني ما الوظيفة، طبعا الفعل المساعد بتاع would، الفعل بتاع you، الفعل الأساسي like، وكمل to do. What job would you like to do؟ يعني ما الوظيفة اللي انت عايز تأديها. number 4 بقولي good soldiers at are their jobs doing، طبعا اكيد هقول soldiers يعني الجنود، الفعل بتاعي are، الصفة بتاعتي good at، good at بيجي وراها فعل في ing، يبقى doing their jobs. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال punctuation، سؤال الترقيم. بقول farmers الاف كابيتال طبعا عشان في اول الكلام، grow the food for every one، في الاخر طبعا full stop. how are the clouds formed، طبعا الاتش بتاعت how capital عشان في اول الكلام، or the clouds formed، في الاخر حبايبي هحط الكويستشن مارك بتاعتي عشان ده سؤال. طبعا حبايبي بيقول لي اتكلم عن الووتر سايكل، ووتر سايكل يعني دورة المياه، وبيقول لي طبعا how are clouds form، بعد كده بيقول لي where does our water come from، يعني منين بتيجي المياه بتاعتنا. طبعا عارفين حبايبي شكل ما قلنا في القطعة بتاعتنا ان الرين يعني المطرة، falls يعني بتسقط، from من clouds يعني ايه clouds حبايبي؟ السحاب، in the sky يعني بتنزل من السحاب اللي موجود في السماء. طبعا شكل ما قلنا ان a lot of water goes straight into streams
and rivers. قلنا حبايبي the sun warms يعني بتسخن some water بعض المياه and turns it بتحولها into water vapor يعني بتحولها لبخار ماء. طبعا قلنا حبايبي when the water vapor gets cooler يعني لما بيبرد it forms يعني بيكون لنا حبايبي clouds. clouds حبايبي اللي هو السحاب. طبعا when the water in the clouds يعني لما المية اللي في السحاب becomes heavier يعني حبايبي بتصبح ثقيلة it falls to the ground as rain يعني بتنزل على الأرض حبايبي كأمطار. then the cycle بعد كده الدورة دي starts again يعني بتبدأ مرة تانية وده اللي بنسميه دورة المياه. وكده يبقى أنا كتبت عن الـ water cycle بشكل بسيط جدا. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. goodbye. السلام عليكم.